السلام عليكم العشرين الاخوه الاعزاء المحترمين، عدنا فيديو جديد، جيم جديده كيجي ما قلت لكم يوميا غنحط فيديو على شي جيم، وحنا غادي الحمد لله دقه دقه. كما كتشوفوا في التيتر نتاعت الفيديو، مونستر جالاكسي. هاد مونستر جالاكسي راه اي ثينك بزاف ديال الناس عارفينها، خصوصا القدماء المحاربين في الفيسبوك، ناس 2012 كانت هاد الجيم هادي في الفيسبوك. دابا ردوها بلاي تو ايرن، وفيها واحد البلان اخر نتاع الفري تو بلاي، يعني حتى اللي ما عندوش يقدر يلعب هاد الجيم. دابا حاليا الجيم قريبة تخرج، باقي لها واحد ميبي واحد الشهرين جبونس، ولا ما عرفتش شهر ونص بحال هكاك. دابا كاين المينت اللي بغى يمينتي ال NFT، جبونس واحد البرايس اللي 30 دولار شي حاجة بحال هكاك البوكس. فيها كي قلت لكم فيها الفري تو بلاي، راه شي حاجة زوينة غتكون ان شاء الله. خصوصا الجيم، يعني هنا ما عرفنا التيم اللي هي واحد الجيم كانت كي قلت لكم كانت في الفيسبوك، او مرة عندهم مليون و200 في الفيسبوك، قديمة الجيم بزاف. عندهم تويتر تا هو، وغادي نخلي لكم كل شيء في الديسكريبشن، اللي بيدخل يقلب على البلانة التراري. عندهم 45 كا. يلا تسلقات التوكن جي جي ام كاينة في الباي بيت، حيت الباي بيت عنده شراكة مع هاد الجيم. باي بيت راه واحد السيت اللي ديجا دوينا عليه في واحد الفيديو، دونك بحال البلان ديال باينانس، دونك عرفنا شكون خدام ورا هاد الجيم. يعني كي قلت لكم ديما الريسك راه تهبط. التوكن تطلقات شي 18 في هاد الشهر، كان شي 0.02، وصلت حتى 0.60 اي ثينك، بيكات 0.60 يا هي هادي بيكات 0.60، حيت النهار الاول عرفتو فاش يلاه تطلق كلشي تيبيع صحاب الناس اللي دروبا وقبل. دابا حاليا دايره 0.18، الجيم باقي ما خرجاش، هادشي غير التوكن كي ديما. غادي نشرحو كلشي في هاد الفيديو هذا على الجيم، يعني غادي ندخلو للوايت بيبر ونقراو البلان ديال الجيم، كيفاش دايره الجيم بلاي، كيفاش تقدر تشري، شحال د الوقت غيخصك باش ترد الروي ديالك، زعما راس المال باش دخلتي. هادشي كامل غادي نشرحوه في هاد الفيديو. قبل ما نبداو الدراري غادي نديرو واحد الانترو خفيفه ظريفه، واخا عطلنا عليها في الاول الفيديو. ما تنساوش كي ديما تهبطو ديرو لايك، كومونتير خفيف ظريف هبطو، خليو شي كتبو شي حاجه كيف ما كانت باش يتحرك الفيديو الدراري، واللي ما دارش سبسكرايب يديرها. المهم عندكم الوقت على ما يسالي الانترو ولا نعاود. عارف راسي كفر نبقى هكا تشطرب، عارف راسي كفر نبقى هكا تشطرب. عدنا الدراري. المهم ندخلوا اللايت بيبر ونشوفوا البلان ديال الجيم كي دايره. كما قلت لكم هاد الجيم هادي راه قديمه، راه ميبي يكونوا عارفينها بزاف ديال الناس، كنا تنلعبوها في الفيسبوك شحال هادي. دابا رطوها بلي تو اور. هاد الجيم هادي فيها واحد شقولي لهم الام جي اللي هما هاد المونستر جالاكسي، تتشريه وكتبقى بحال كتروضو حتى كتطلعو مزيان، وكتولي تقصر بيه تتولي تقصر بيه تأرني بيه. ندوزو نشوفو هادشي باج باج. دابا هنا شنو قالو هنا؟ موغا هما المونستر جالاكسي، هما هادو كاينين بدي زيليمون، يعني كاين مثلا ديال العافية، كاين ديال الماء، وشي تي كونتري شي، هادشي كامل هما دايرينو هنايا جوبونس. هي الواتر الفاير الويند، يعني لما تشي كونتري العافية اكسيتيرا، الداركنيس مع اللايت والانيما. هاد الانيما هي واحد واحد سميتو واحد المونستر تيكون عندك، تقدر تشونجي ليه الاليمون تا اللي بغيتي. يعني مثلا كان ضدك شي واحد، لنفترض كان ضدك سميتو واتر، اللي يعني الا كنتي انت فاير غير كونتريك، تقدر انت تشونجي بهاد الانيمو ترطو ويند باش انت تكونتري هذاك الواتر. يعني الاني ماشي حاجه اللي اوبي، احنا غادي نهبطو غادي نشوفو هذاك الشيء كيفاش يدير دقه بدقه، نهضرو على داك الشيء اللي مهم، داك الشيء اللي ماشي مهم ما نحاولو نديباسيو. هنايا لي مود، كاين الكويست مود، يعني تتشير واحد ليكيت، وهاد ليكيت اللي كتشير ما كيتولكش الانرجي، تتكون عندك واحد الانرجي بحال البلان ديال اكس انفينيتي، وكل كيت كتبقى تطلع باش ما كتطلع في النيفو، باش ما كيصعبوا لي مونستر اللي كيجوك في هذوك لي كيت. وفيها مود بي في ام و بي في بي، يعني بي في بي مع بنادم غتلعب ضد بنادم، وكاين بي في ام اللي هو بي في او ضد لي مونستر. كاين تشالنج مود، هاد تشالنج مود كيدي لك الانرجي فاش كتستعملو فاش كتخدم. وكاين تاني واحد الانستنس مود، هاد الانستنس مود
تيكون بحال قلتي واحد المره في سيمانه مي تقريبا، يعني انت كتبقى توجد هذاك الموغا ديالك، داك الان اف تي ديالك كتبقى توجدو تريني بي اكسيتيرا، النهار كيجي هذاك النهار داك الانستانس مود وكتلعب فيه وهو كيتريك تا هو الانرجي، مي هو فيه تطمايني فيه مزيان. هنا كتكابتوري سميتو، تقدر تكابتوري هاد الان اف تي لهاد لي موغا هادو، حيت تقدر مثلا بحال البلان ديال شي نقدروا نعطيو مثال بدراغون بول، هادشي انا اللي فهمت، تقدر تكابتوري شي مونستر وتولي انت كتلعب به، يعني تولي تدخل به البي في ام اكسيتيرا بحال هكا تكون صغار. هنا واحد واحد ربعه ديال النوع ديال الان اف تي ديال الموغا هادو، كاين منهم 9000 في الجيم كامله، كاينه 9000 هادو بحال قلت شي واحد واحد الجينيراسيون اللي الناس الاولين تلقيهم هما اللي غيكونوا عندهم، بحال بلانط الاكسي دوك دوك اللي فيهم سكينات وشي حاجه بحال هكا. مي هنا دايرين واحد البلان ان كل واحد عندك تكون عندك واحد الامتيازات على واحد مثلا عنده موقعات، بحال دابا انت مثلا عندك هذا هذا تقدر تبتل الاليمون اللي بغيتي، يعني شي حاجه اللي اوبي بزاف، مثلا عندك العافيه تقدر تبتلو الماء، تقدر تبتلو الهواء مثلا، انت كتحكم فيهم كيف ما بغيتي، وتيكون الماينينغ زايد، يعني داكشي اللي غادي تروبي في البي في اي ولا في البي في بي ولا البي في ام زايد على واحد عادي، يعني غادي يكون عندك واحد البونيس زايد. وهذا الشيء تواني تفعل الغاريتي، يعني كاين تتبدا من كامن ان كامن غار سوبر غار ايبيك وليجنداري، مي هادو تتبدا ديريكت بالغار، يعني تدي باسي انك ملي تمينتي البوكس ما غايجيش فيك الكامل ولا الانكامل، تتبدا ديريكت من الغار كما كاتبين هنا حتى الليجنداري. وكما قلت لكم كاينين 9000 وما عمرهم غادي يتعاودوا، يعني هاد 9000 هما اللي كاينين في الجيم كامله، بس هاد الـ NFT صافي هما الماكسيموم اللي كاينين، و جو بونس تلقوا 1500 كل شهر، يا تلقوا شي 1500 تقريبا. دوك الـ NFT تقدر تشونجيهم ثري مع مثلا صاحبك، تقدر تعطيه الـ NFT و بلا فيز بلا والو، ما ديريش الفيز. هادشي اللي كاين، قال لك مثلا الا عندك مع الا كنتي شي بحال عندك مع ديفلوبمنت تتقات لي جيم مثلا، تقدر هاد الان اف تي هذا الا كنتي شاري انت ديرو في جيم ديالك وتلعب به، يعني عاطينك الحق انك ديرو في شي جيم وتقصر به. هادشي اللي كاتبين هنا، المهم حنا تنقراو داكشي دقه دقه وحنا هابطين مع البلان. شنو كاين هنا؟ يا توتال سبلاي ديال هاد جي جي ام اللي دوينا عليها راه دايره دابا قلت لكم 0.18، كاين من المليار في السبلاي. البلي تو ايرن دايرين 30% اللي هي تقريبا شي 300 مليون، راه كثيره بزاف. ستيكينغ 19%، المهم البورسونتاج تاع التيم اكسيتيرا هادشي عادي، هي التيم 17%، بحال كاع لي جيم بحال نفس البلانت لي جيم. هنايا شنو هنا ستيكينغ يا كاين 90 يوم، 180 بلان ملي كاين ستيكينغ راه بلان، صافي دير ان التوكن تتبقى فواحد لا فالور صعيب انها طيح، ما عدا الناس اللي مستيكين كلشي خرج ديالو. نشوف واش كاين هنايا. صافي هذا هو الرود ماب، دابا حاليا واصلين هنا كما قلت لكم 1500 من هادوك الغاغيتي اللي طالعه نتاعو الموغا، بداو في سميتو تقدروا تشريوهم جو بونس من دابا في باي بيت ان اف تي، يعني انت تشريهم بالبيت، وهاد البيت راه هي التوكن ديال باي بيت اللي دايز دوينا عليه في فيديو. ترجعوا تقدروا ترجعوا تشوفوا البلان كيفاش تشريو فيه، كيفاش تشريو فيه التوكن من السيت ديال باي بيت، ها هو الفيديو راه ديجا حطيتو هنا كيفاش تشري العملات الرقميه، يعني تقدر تشري البيت من هاد السيت هذا. المهم في السيت ديال الجيم غنخليه لكم في الديسكريبشن، غادي تكليكيو في الميت وغادي تجيبكم ديريكت لهنا، هنا تقدروا تشريو لي بوكس ديالكم كما قلت لكم 15 البيت راه ميم حتى 30 دولار ميم با ما كاملاش كاع، حين دير تقريبا شحال 1.8 1.8 في 15 راه ميم با. التوكن هيا راه حتى تطلع التوكن ديال الجيم راه تطلع، الجيم باقي ما خرجاتش جو بونس. انا هاد الجيم بما اننا عرفنا التيم ديالها عرفنا
جو بونس باي بي شي حاجه اسماء كبيره الدراري ماشي زعما صعيب انك تعتقد ان هذا الجيم طرب شي تيكنو. المهم عرفنا تيم عرفنا ناس صحاح داخلين عليها دي يوتيوبر حتى هما كبار داخلين على هذا البلان هذا دونك جيم انا جاتني زوينه نقدروا نتسناو نشوفوا بلانا كيفاش دير عاد نحكموا عليها. كيف ما قلت لكم يقدر بنادم يا هاجي في الدام قريتها قبيله ما عرفتش فين قريتها 3 تو بلاي فوالا. مثلا بنادم بيلعب الجيم وما عندوش يقدر يلعب اثري يجرب الجيم كي دايره واحد السيمانه اللعب الا لعبت شي سيمانه ميبي تقدر تعطوك موغا يعني بلاص ما تجي تشري غتبقى تلعب واحد السيمانه في الجيم وتعطوها لك ديريكت عاد تولي تولي تتمايني بيت تاعو يعني ديري اللي مزيان مع بنادم في هذا البلان هذا. بحال قلت مثلا اكس انفينيتي تتشري دوك لي زاكسي بفلوس وتتلعب مي هادو دايرين انك تلعب واحد الموت اللي هي سيمانه تبقى تتقصر حتى توصل واحد لي زوبجيكتيف وتعطوك مثلا هذاك هذاك اللي انت كنتي باغي تشري يعني داك الوقت اللي ضيعتي في الجيم في الاول بحال قلت كيخلصوك عليه والخلاص ديالك هو تعطوك باش انت تعاود تمايني يعني باش تلعب بحالك بحال الناس اللي داخلين ديريكت شاريين يعني مزيانه الدراري راه فري تو بلاي شي حاجه مزيانه غتكون الجيم باقي ما تلقاتش حاولوا الدراري تزيدوا تبحثوا حتى نتوما على البروجي كيف ما جيت نقول لكم ما تنصحش انا شي واحد يشري ولا شي لعبه تنجي تنشرح لك الجيم كنعطيك المفيد بحث على راسك زيد حتى انت قلب هاد الهضره تنقولها ديما في اي فيديو المهم هو الريسك يتنقص مزيان تتنقصو باش ما كتقلب على البروجي باش ما الريسك يتنقص زيد نقسمو داك الريسك مزيان ولا عجبك البلان عجبك البروجي تقتي فيه دخل زعما عليه. انا بان لي البرايس 30 دولار ماشي شي حاجه بالنسبه للناس اللي بغاو مايني ودابا لي ان اف تي شي حاجه حيت خصوصا انت تسمع كاين 9000 ودابا تلقين 15500 يعني ما تشري وتخلي راه مي بين نهار تطلق لي جيم يديرو بوم شي ثمن خيالي دونك من الاحسن تكون من الاوائل جو بونس هادشي شي حاجه مزيانه حتى 30 دولار على شي جو بونس. هادشي اللي كاين في هاد الفيديو الدراري كنتمنى نكون شرحت لكم هادشي مزيان الجيم راه معروفه زيدوا عاودوا قلبوا حتى نتوما على راسكم الدراري حيت فاش تشوف بحال هاد الاسماء باي بيت ديجا الجيم قديمه وهاربه فهمتي يعني يعني ما تحتاجش اننا زعما نكبر لكم الموضوع باش زعما راه صافي جا. المهم نتوما سيروا قلبوا على راسكم هادشي اللي كاين الدراري الا وصلتي حتى لهنايا دوز عندي لتويتش غنكون ستريم حيت الفيديو درتو دابا مع 6 انا غنلونسي ستريم مع ديك 7 الفيديو غنلوحو مع ديك 6 ونص تقريبا دونك غنتلاقاو في ستريم الدراري تهلاو في راسكم نشوفكم في الفيديو ديال غدا ان شاء الله بيس.